أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا کے الفاظ سے آغاز ہونے والی دعا دعا نمبر سات ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صبرا وتوفنا مسلمين صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين फिर से पढ़ें दुआ नंबर आठ रब्बना फरिग अलैना सबरा वसब्बित अक्दामना وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا أَقْدَامَنَا قَاف کے قلقلہ کو واضح کریں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سرنا میں روا کو موٹا کریں وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عقل قاف کے قلقلہ کو آپ میں سے بہت سے لوگ واضح نہیں کر رہے ہیں ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ایک دفعہ پھر پڑھیں وانصرنا على القوم الكافرين دعا نمبر نائن ربنا لا تجعلنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين फिर से मेरे दुआ नंबर 11 रब्बना इन्नना आमन्ना ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار फिर पढ़ें दो दफा दुआ नंबर 12 ربنا ظلمنا أنفسنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَتَرْحَمْنَا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين
لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Dua number 13 Rabbana Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana Dhunubana Wa israfana Wa israfana في أمرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين सब जरा मिलके एक स्पीड के साथ फिर पढ़ें बिल्कुल बेरब्त हो गए फिर करें ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ذنوبنا وإسرافنا बीच में इसराफा ना करने के बाद फी अलग से शुरू किया करें फिर शुरू करें रब्बना अग़फिर लना ज़नूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फिर पढ़ें आप ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
آمین ثم آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم